وكما قلت سالفا سلسلة أوبيوم 13 جوج نكملها. أهلا أهلا الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. درتو ماشي زعما حيت درتو هكاك ولا كاين اللي باغي يسمع أوبيوم شنو يقول في كل حاجة. شباين نهضر في واحد النقطة ديال اللي هي ديال مادة التاريخ، وهاد الهضرة هي اللي نقول وهي اللي كاينة يعني بالنسبة لي أنا، تكون مختلفة باش نقول أنا كيفاش كنشوف، يعني كيفاش كنشوف المادة ديال التاريخ. أنا كنشوف أن وبكل صراحة الفضول ديال بنادم على شي حاجة هو اللي كيخلي هو كيخليه يعرف الأصول ديالها، كيولي يشوف جد جدود جد جد جدة تبغي يعرف على يعني داك الشادة والفادة كما تنقولوا ياك. فشنو وقع في الوقت اللي ما كانش الانسان كاين، الفضول ديالو تيخليه يقلب على معلومات ديال الوقت اللي ما كانش هو حاضر فيها. شنو وقع فاش ما كانش هو حاضر؟ شنو وقع في التاريخ اللي هو ما كانش فيه، مثلا ما كانش عايش فيه؟ فكما قلت المادة ديال التاريخ هي واحد المجموعة من المعلومات، وهاد المعلومات ماشي كتجي غير هكا، كتجي مثلا من عند الناس اللي عاشوا في ديك الفترة ديال التاريخ، ولا الكتوبة اللي خلاو يعني ماتوا وخلاوهم. وبعض المرات كيلتجأ للعلم، بحال مع التاريخ ديال الفراعنة كانوا محتاجين بزاف ديال الحوايج، كانوا محتاجين للعلم بزاف، وخصوصا الهيروغليفية وباش يفهموا بزاف ديال الحوايج. وهاد الملكة الروحية حلوة، يعني كتخلي الإنسان يكون عارف، يكون فاهم شنو وقع في التاريخ. هاد الملكة هادي كاينة حتى في العيالات الحومة، غالبا النساء هما اللي كتكون فيهم هاد الملكة وكتكون مجهدة، فعزيز عليهم يعرفوا التاريخ ديال 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 أي حاجة وديال ديال ديال أي إنسان، فهمتي؟ غير ما قراوش التاريخ كمادة بالدارجة. اما راه تلقى غير مرا في حومتك واخا ما تكونش قاريه ولا هادي، غتكون عارفه ستالين باش كان كيفطر، غتكون عارفه التاريخ ديال المغرب دو ا زد، غتكون عارفه علاش الامور دايره كي بحال هكا في العالم، وعارفه الاسباب التاريخيه ديال بزاف ديال الحوايج. اختاريت ندوي هاد المره باداب وبشويه هاد المره هادي، وناخذ راحتي في هاد الموضوع هذا. فالتاريخ واش هادشي مهم؟ مهم بطبيعة الحال، حيت أي حاجة عندها تاريخ سواء كبيرة ولا صغيرة، والتاريخ هو اللي عطي هذاك الشكل ديالها. فاش كتشوف مثلا شي تكنولوجيا تتقول كي داروا ليها، كي داروا ليها زعما منين جات، كي داروا تا شنو التاريخ ديالها. فالمادة ديال التاريخ ماشي مجرد مادة، ولا هاد المادة هادي كتخلي الناس يلقاو مواضيع يهضروا فيها، أي حاجة يوريو التاريخ ديالها بيناتهم ويتناقشوا، وكيفاش حتى ولات بحال هكا والتضاربات. مادة اللي كيدوز فيها واحد الوقت زوين، يعني كيتعلموا منها الناس من الاخطاء التاريخيه اللي داروها الناس قبل منهم، ومن الحاجات الزوينه اللي داروها كذلك. فالتاريخ كاين تقريبا في كل شيء، كل شيء ماشي اي حاجه دابا كاينه، دابا راه بدا التاريخ ديالها، واي حاجه غتكون في المستقبل راه ملي غتبدا غيبدا معها التاريخ ديالها. والانسان عنده واحد بحال العلاقه ديال الترابط اون باراليل مع العالم، داكشي علاش اكثر حاجه تقلب عليها الانسان هو التاريخ ديال العالم. هاد العالم اللي كيتقسم القارات، والقارات اللي دوزوا يعني تاريخ، وهاد القارات عاوتاني اللي عامره دول، ودول هي اللي دوزت التاريخ، وعاوتاني وهي غادا يعني القرى البوادي. والحاجه الزوينه اللي لقى الانسان ولقاها مناسبه ليه هو، كاين بزاف ما يتقال في هادشي ديال التاريخ، كاين بزاف ما يتقال، حيت العالم تجمعوا فيه ناس بزاف، يعني تجمعوا فيه حضارات وثقافات بزاف، الناس عندهم فاش يهضروا، عندهم فاش يصاوبوا قهوه ويجلسوا ويتعاطوا الهضره، وكل واحد يدوي على شي تاريخ من جهه، شي تيدوي لك مثلا على ولاد بلاده في شي معركه، شي تيدوي لك على الحروب، شي تيدوي لك على كيفاش جا الانسان،
كلها فاش مليوح، يعني كاين فاش نهضروا وكاين فاش نشدوا الستون، كاين فاش يتشد الستون. فهاد الورث هذا اللي خلاوه لينا الناس اللي قبل، دوك جد جدود جد 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 جدود، خلاو لينا واحد الورث نعرفوه ونقلبوا عليه من الحضارات القديمه ومن العالم ديال 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 العالم القديم. فالعالم خلى بنادم يتحرك ويعرف على التاريخ ديال 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 خلى الانسان يعرف التاريخ ديال العالم، كاينه واحد العلاقه. واي بنادم عنده سبب ولا عنده شي انتماء للعالم ولا جزء في العالم، بحال دابا حنا مثلا كننتميو للمغرب، كيبغي يقلب على التاريخ ديالو. فالتاريخ ديال المغرب مثلا وبحلاوته ولا بمرورته، المغربي كيبغي ديما يقلب على هذا التاريخ هذا. وبالمناسبه اللي بغاني ندير سلسله على تاريخ المغرب من الاول حتى لدابا فين حنا دابا، الى وصل هذا الفيديو ل 5000 لايك ندير هذه السلسله هذه. ما علينا، كما قلت كلها باش مربوط. التاريخ شي حاجه اللي تقريبا راه بحالها بحال بنادم، ماده مره كتكون زوينه مره خايبه، مره كتكون خايبه ولكن واقعيه، وبعض المرات كتمحى، يعني بعض المرات ما كتبقاش تبان، وبعض المرات كدير ضجه، بحال مثلا تاريخ الحروب العالميه غير هذه اللي فاتت في القرن اللي فات، راه بقات التاريخ دار واحد الضجه كبيره، بقى مرسوم في الدماغ ديال الناس بزاف. وهذا حوايج اللي كيخليو اي انسان يبغي التاريخ وكيشوفوا شي حاجه اللي زوينه. كاين شي حوايج اللي كيخليو التاريخ مثلا تيفقدوا ديك القيمه ديالو زوينه، بحال اللغه مثلا، اللغه باش كيتقال داك التاريخ. حنا مثلا حنا كمغاربه عزيزه علينا الدارجه، وهكا كان بحال كنتواصلوا وكتكون بحلاوتها. الى تعاود التاريخ بالدارجه، انا كما كنشوف الدارجه الحقيقيه المغربيه ديالنا بديك العفويه كيطلع زوين، ماشي تيطلع زوين وبحال ما كتكونش اللغه مبهمه وصعيب تفهمها وخصك تمشي تقلب على الكلمه وعلى التعريف ديالها باش تعرف شنو تيوصلك. هذا بطبيعه الحال ما كيعنيش ان اللغات الاخرى ماشي زوينه، غير كاين لغات اللي صعيب تفهمها، واللغه في اخر المطاف راه الهدف ديالها هو الفهم، ماشي زعما تعنى باللغه ديالك. وي بطبيعه الحال الدارجه المغربيه شي حاجه اللي زوينه، ولكن المحتوى سواء كان بالدارجه ولا العربيه ولا الفرنسي، خاص تشوف اللغه اللي سهله عليك، اللي كتقدر تكابطي بها بالزربه، كتقدر يعني تاخذ بزاف ديال المعلومات وتفهم بالزربه بلا ما تزيد خدمه اخرى ديال انك تقلب على التعاريف ديال ديك اللغه مثلا. انا كنشوف التاريخ بالدارجه واحد الحاجه اللي كيتبنن بها اي مغربي، كما كان غيتبنن بها عوض انه يدير الخدمه ديال انه يقلب على الشرح ديال الكلمات المبهمه الممفهوماش، كيولي بحال تيهضر مع تيتواصل مع واحد الحاجه اللي قريبه ليه، شي حاجه اللي بحال اللغه ديالو الام، بحال واحد الحاجه اللي ام يعني قريبه ليه بزاف. فاللغه كما قلت كتبقى لغه، ولكن المحتوى هو الاهم، غير اللغه خصها تختار كلغه سهله باش يكون التواصل زوين والفهم كتر، هذا هو المقصود. كاين حوايج اخرين مثلا بحال الثقافه المغربيه شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي كلنا عارفينها زوينه، واللي خاص تكون وخاص تعطاها القيمه ديالها، يعني خاص الثقافه المغربيه خاصها تعطاها القيمه ديالها، والتاريخ يتزاد يتفهم بالدارجه. هكا كيكون اي واحد مغربي، انا عارف المغاربه اللي كيسمعوا لي دابا، اي واحد مغربي كيقدر يكابطي بواحد الطريقه زوينه. باش نرجع للسؤال ديال كيفاش نجيب مزيان في الماده ديال التاريخ، انا تعمدت نعطي هاد الاراء هادو في الماده ديال التاريخ. اما بالنسبه للجواب، فالجواب هو كون فضولي،
تكون فضولي، في التاريخ خصك تكون فضولي، واللغة اللي جاتك صعيبة وما مفهوماش رجعها للفريقو وخدم باللغة السهلة، وحاول أنك ديما اللي فهمتيها تشاركها مع أصحابك. انت جيتي لهنا ككائن اجتماعي باش تواصل وتشارك. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش أنكم تشتركوا وشاركوا بيناتكم. هادشي اللي كاين، إلى اللقاء إن شاء الله.